أثمرت الزيارة التي قام بها وفد رسمي تجاري سويسري إلى المملكة بالتوقيع على مذكرة تفاهم جمعت مجلس التنمية الاقتصادية مع مؤسسة سويسرا العالمية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وإقامة المشروعات الاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمواصلات وغيرها من المجالات التي ستفتح آفاقا أرحب نحو مزيد من تبادل الفرص الاستثمارية بين قطاعات الأعمال التجارية البحرينية وسويسرية. لتفاصيل أوفى عن مضامين هذا الاتفاق معنا عبر الهاتف السيد مازن الحلي، وهو مدير أول في قسم علاقات المستثمرين والشؤون الحكومية التابعة لمجلس التنمية الاقتصادية. أستاذ مازن، مرحبا بك معنا. مرحبا بك. بداية، إلى أي مدى يبلغ حجم التعاون التجاري والاستثماري بين المنامة وجنيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على هذا السؤال، وشكرا لتلفزيون البحرين اللي تحت الفرصة لمجلس التنمية الاقتصادية لإطلاعكم على آخر مستجداته. طبعا يركز مجلس التنمية الاقتصادية على تنمية وتطوير العلاقات مع الأسواق العالمية، وذلك لخلق فرص استثمارية. وطبعا السوق الأوروبي من أهم هذه الأسواق في العالم. لا يخفى عليكم أن المجلس يدرك أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الاستثماري مع السوق السويسري. وفي الوقت الحالي يقوم مجلس التنمية الاقتصادية من خلال مكتبه بجمهورية ألمانيا للتحدي بمهام تعزيز هذه العلاقات. جدير بالذكر أن حجم التجارة البينية بين البحرين وسويسرا في عام 2015 كان أكثر من 261 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 100 مليون دينار بحريني. في كثير من الشركات السويسرية تمارس أعمالها في البحرين، ومن بينها بنك جوليوس بير، بنك معروف في العالم يوفر خدمات مصرفية خاصة وخدمات إدارة الثروات، بالإضافة إلى بنك بي اس آي من أحد أقدم المصارف السويسرية الذي اتخذ من البحرين مقر لأعماله في المنطقة من عام 2008. نعم سيد مازن، يعني سيد مازن، الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين وإلى أي مدى سوف تزيد من مستوى التفاهمات بين البلدين، إلى جانب إلى مدى أي مدى سوف تفتح شهية الاستثمار السويسري لأن يكون متواجد في مملكة البحرين؟ شكرا على السؤال. طبعا تم توقيع الاتفاقية مع مؤسسة سويسرا العالمية، وهي جهة مفوضة من حكومة الاتحاد السويسري للصرف على ترويج سويسرا عالميا في مجال الأعمال، وطبعا التعاون مع جهات حول العالم. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البحرين وسويسرا وإقامة المشروعات الاستثمارية في عدة من القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والترفيه والخدمات المالية وغيرها. طبعا يتواكب توقيع هذه الاتفاقية مع دور المجلس في استقطاب الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في البحرين وخلق فرص العمل ذات الجودة العالية في الأسواق المحلية. وبتقوم مؤسسة سويسرا في القريب إن شاء الله بتنظيم زيارة لوفود أكثر من سويسرا للبحرين، وذلك لهدف تعريفهم على البيئة الاستثمارية في البحرين. نعم، كنت معنا السيد مازن الحلي، وهو مدير أول في قسم علاقات المستثمرين والشؤون الحكومية التابعة لمجلس التنمية الاقتصادية. شكرا جزيلا لك.